مشكل تسقيف السن، حنا كنا في الجامعه الوطنيه للتعليم يعني كرفضوه لاعتبارات كبيره جدا، انه لا يمكن يعني تسقيف السن ب 30 سنه. الوزاره في الادعاء ديالها كتقول بانه تريد تشبيب القطاع وتريد الجوده، هذا غير لا يمكن يعني الوصول لهذا الهدف بهذه الطريقه ديال 30 سنه. نعطيك مثال، شاب مثلا اللي عنده الدكتوراه او الماستر وفي السن ديالو 31 سنه او حتى 45 سنه، الجوده ما غاديش نحقوها بالسن، الجوده غنحطوها بالكفاءه وبالمهاره وبالقدره على الممارسه داخل القطاع وليس بالسن. الخلفيه ديال هذا الشيء بالنسبه للوزاره هي خلفيه محاسباتيه، اشتغل اكثر داكور، هو انها تضمن ان الموظف يعني خلال الممارسه المهنيه ديالو يعني تكون اطول. هنا كاين المنطق ديال المحاسباتي في هذا الشيء ديال التقاعد، في هذا الشيء ديال يعني خلفيات اخرى ماشي الخلفيه ديال الكفاءه وديال السن. وثانيا ان حرمان بنات وابناء الشعب، حنا كنشوفوا اليوم عدد العاطلين عن المعطلين عفوا عن العمل اللي عندهم كفاءات كبيره وبامكانهم يخدموا المنظومه، راه كيتجاوز السن ديال 30 سنه. وبالتالي هذا باعتبارنا داخل الجامعه الوطنيه للتعليم يعتبروا حيفا في حق المدرسه العموميه وفي حق ابناء وبنات الشعب اللي تكونوا من المال العمومي وحنا بحاجه للخدمه ديالهم. والدليل هو اننا اليوم لا زلنا نشهد يعني بالرغم من التسقيف ديال 30 سنه لا زلنا نشهد الخصاص داخل القطاع، يعني في جميع الفئات ماشي غير في النساء ورجال التعليم، في الاداره التربويه، في المختصين الى غير ذلك، كل فئات النساء ورجال التعليم اليوم كتعرف يعني الخصاص. كل سنه هذا الشيء كنوقفوا عليه يعني على المستوى الاقليمي والجهوي، كل موسم دراسي الا وعندنا الخصاص، خاص بهذه المادة في المادة الأخرى إلى غير ذلك في هذه الفئة إلى هذا المشكل. كما قلت في البداية هو مشكل مركب ومشكل يعني بنيوي كنواجهوه داخل المنظومة ديال قطاع التعليم القاعد. كيف يعقل أن رجل التعليم اليوم في سن الستينات وما عرفناش يعني ها هو الآن يعني كاين ترتيبات انه يدار شي بين قوسين شي اصلاح جديد في اطار التقاعد. مهنه التعليم بنظري انا ملي الانسان كيتجاوز 50 سنه كاين معاناه، كاين امراض، مهنه ليست كباقي المهن. وبالتالي خص يعني خص هذا الشيء خصنا يعني ناخذوه بعين الاعتبار. ما يمكنش نشوف انا اليوم مدرس في 65 سنه او 66 سنه يعني داخل القسم بعد ما قدم واحد المجهود كبير في سنوات طوال في المسار المهني ديالو، وبالتالي هذا يعتبر حيفا. وهذا بالتالي كما قلت لك فيه المنطق المحاسباتي ديال الحكومه وديال الوزاره، انا يعني نشغلك اكثر، نستغلك اكثر، وملي تمشي للتقاعد يعني تحصل على واحد المعاش اللي هو اضعف واقل. وهذا هو المنطق الاقتصادي والمنطق المحاسباتي اللي كتعامل به يعني الحكومه والوزاره. وبالتالي راه حتى في الملفات يعني اللي كنا يعني نتناولوها مع الوزاره في الشان خلال السنه الفارطه، كانت الوزاره دائما تتعامل بالمنطق المحاسباتي. هذا الملف اقل تكلفه، هذا الملف اكثر تكلفه، هذا هو المنطق ديال الوزاره. حنا في الجامعة الوطنية للتعليم كنقولوا أن هذا المنطق لا يخدم المنظومة ولا يخدم يعني التعليم العمومي في بلادنا. إذا كان التعليم من الأولويات كيخصنا نتخلصوا من هذا المنطق يعني المحاسباتي الصر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.